مشاهدينا الكرام، بعد متابعة هذا التقرير، الحقيقة القائد ضوء على المشهد الانتخابي في لبنان. يبدو أمر مهم وأمر صعب ملتبس في معظم الأحوال، خاصة هذه المرة للتغير الذي طرأ على طريقة إجراء الانتخابات هذه المرة. لكن ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي اللبناني محمد سعيد الروز كان يتحدث إلي، قال لي أنه لا يرى أن هذا التغيير يعني كان تغييرا حقيقيا وقويا لهذا الشخص. هناك تغيير، مسألة المقعد التفضيلي ربما تبدو يعني التغيير الأهم، لكن ما بين القائمة التي نطلق عليها قائمة نسبية، ما بين قائمة فهي الشكل مطلق، إما أختار إحدى اللوائح يعني عدد من الأسماء، أو القائمة الأخرى عدد من الأسماء، وليست هناك حلول وسط. فكرة النسبية حضرتك شايفها لم تطبق أيضا. يعني أولا تحياتي لكم وللقناة الأم تي في الزاهرة. أولا الجدل ثار في لبنان منذ حوالي سنة، مطالبات كثيرة من مؤسسات المجتمع المدني، من الناس، من باعتماد النسبية الكاملة كنظام للانتخابات. نعم. ما جرى هو نسبية مجتزأة وليست نسبية كاملة مع صوت تفضيلي. هذه المسألة سمحت بأن تأتي نفس القوى التي كانت موجودة سياسيا في البرلمان وفي الحكومة وأعطتهم المجال للعودة ثانية، مع الحد من وجود من مجيء وجوه شابة وذات خبرة، مؤسسات مجتمع مدني مستقلين. كل هذا كانت حظوظهم محدودة جدا. ولو كانت نسبية كاملة كان الوجوه هتتغير؟ طبعا طبعا كانت نفس الوجوه ايضا لاستيفاء العدد في النهاية. لا، النسبية، طب تعالي أسأل حضرتك، النسبية الكاملة كانت على اساس المحافظة. عندك محافظة مثل الان على اساس الدائرة، الان على اساس الدائرة. وليس وهذه نعم تسمح يعني للمسألة الثانية، أن الناس بحد ذاتها تسعى للتغيير، تريد أن ترى برامج. أي مرشح أستاذنا الكريم يترشح للانتخابات النيابية يقدم كشفا بإنجازاته، ثم يقدم برنامجا يستند إلى هذه الإنجازات وعلى ضوئها ليكمل في الخدمة العامة وفي الدور المنوط به كنائب في البرلمان اللبناني، مكلف بأمرين. الأمر الأول هو التشريع نعم. والثاني هو مراقبة أعمال الحكومة. نعم. لكن لم نجد الآن، ألا ينطبق هذا أيضا على القوائم؟ لم تقدم القوائم لغاية خلال كل المرحلة الانتخابية والتحضير للانتخابات، لم نجد برامج ذات قيمة تضع مراحل زمنية لحل المشاكل والأزمات المتفاقمة في لبنان، والتي أدت إلى أن يصبح الدين العام في لبنان 90 أو يتجاوز 90 مليار دولار، أدت إلى أن 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر، يعني كل 5 لبنانيين هناك واحد ينام جائعا ويصحى جائعا. لم تصحح موضوع القطاع الصناعي في لبنان حيث أقفل 40% من مصانع لبنان، لم تحد من هجرة اللبنانيين 30% من الشباب اللبناني مهاجر من سنة 2000 إلى الآن، يعني خلال 18 سنة 30% هاجر من اللبنانيين. لم تحد من كل هذه الأمور بالبطالة 36% من الشباب. أنا أعطي أرقاما مش من عندي، أرقام من المنظمات التي درست الواقع اللبناني، منظمات وهيئات لبنانية ودولية. هناك أزمة في لبنان، لا يكفي أن أخوض الانتخابات النيابية تحت سقف إثارة النعرات الطائفية والمذهبية من كل الأفرقاء، لا أستثني أحدا، إثارة هذه النعرات والتخويف والتخوين ووضع اللائمة على هذا وتتبادل وتراشق الاتهامات بين بعضهم البعض. هناك من لا يستطيع أن يأكل في لبنان، هناك من لا يستطيع أن يعلم ابنه في لبنان، هناك من لا تأتيه الكهرباء في بيروت نفسها، ومؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان يعني يترتب عليها كسر في الحساب كل سنة ب3 مليار دولار. المياه في لبنان ملوثة. هل تعلم يا صاحبي أن لبنان الذي كان بلد الاستشفاء والصحة صنف الأول في منطقة الشرق الأوسط بالإصابة بأمراض السرطان لتلوث المياه وتلوث البيئة فيه؟ هناك مشاكل عديدة.